والدولة في المجتمع الإسلامي لابد أن ينظر لها من هذه الزاوية. صعب يعني في المستقبل نتحدث بدون ثورة دينية. المسألة الثانية هي مسألة الديمقراطية. أولا لو ننظر في كل شعارات الثورات العربية، وحتى فيه كتاب في تونس قام به أستاذ حول الشعارات التي رفعت في الثورة، لا نجد فيها كلمة ديمقراطية، نجد فيها حرية، كرامة، خبز، ارحل، ولكن لا نجد فيها كلمة ديمقراطية، وكأن معنى الديمقراطية هو فقط يرتبط بالحرية، ولكن يمكن أن نكون أحرارا ونختار بشكل حر دون أن يفضي ذلك إلى ديمقراطية، وهذا هام جدا حتى يبقى في الذهن. ديمقراطية وإسلام يعني كفانا مغالطة، stop hypocrisy. ديمقراطية وإسلام قد لا يتلازمان، لأنه المطلوب الآن في المجتمعات الإسلامية شيء آخر غير الديمقراطية. الديمقراطية هي القبول بسيادة الشعب، هي القبول بمبدأ الحرية في كل مظاهرها وفي كل تمفصلاتها، هي القبول بحق الأقلية في التواجد، هي القبول بحقوق الإنسان عموما، وهذا قد لا يتلازم بشكل مطلق مع الدين إذا ما اعتبر شأنا سياسيا شأنا اجتماعيا. فالفصل بينهما صعب جدا، وبالتالي الديمقراطية تكون صعبة التحقيق إذا ما بقي الحال بين يعني دمج الدين والمجتمع في فهذا ممكن يعني نفكر فيه بهذه الطريقة. ثالثا النهضة. النهضة حزب سياسي ليس حزبا دينيا. النهضة يشارك في الحكم وهو معتدل ولا يريد أن يفرض. أنا أقول فقط لو حصلت النهضة على الأغلبية المطلقة في تونس لكان الوضع مختلفا تماما. يعني أن البحث عن الكومبرومايز، البحث عن التسوية أو التفاوض مع الآخرين، ما بدأه أن النهضة لن تحصل على الأغلبية، لو حصلت عليها لكانت الكارثة في تونس، وهذا نراه حتى من خلال وضعهم الأكثري ماذا يريدون أن يفعلوه. Thank you. محمد، فيما يخص السيدة من بولندا، أعتقد أن الموضوع التعليم، تحدثت عن موضوع التعليم وهذا مهم جدا. أنا أستطيع أن أقول لها نحن في البلدان العربية والإسلامية عندما في اليوم الذي يولد فيه أي واحد من عندنا ويذهب ويبدأ بالفهم الأشياء يبدي تعليمه على أن يكره الآخرين، يكره الديانات الأخرى، يكره المسيحيين، يكره اليهود، يكره الغرب، وهذه المسألة تكبر معه، تذهب معه إلى المدرسة الابتدائية ومن ذلك إلى الثانوية ومن ذلك إلى الجامعة، المجتمع كله يغذي عند هذا النزاع، وهذا هو هذا أحد مظاهر التجاذب الموجود ما بين العرب والمجتمعات العربية والإسلامية والغرب. اثنين، عندما نتحدث عن الإسلام والديمقراطية وكيفية يعني هل هناك انسجام ما بين الاثنين، عن أي إسلام نتحدث؟ هل هو الإسلام السعودي؟ هل هو الإسلام الإيراني؟ هل هو الإسلام التركي أم هو الإسلام الماليزي أو الأندونيسي؟ هذه إشكالية كبيرة، ليس هناك اتفاق على مفهوم الإسلام، ليست هناك مرجعية للإسلام. عندما نتحدث عن دور الكنيسة الكاثوليكية في بولندا في إحداث التغيير السياسي في بولندا في مرحلة التضامن وإلى آخره، هذه مسألة تختلف كليا عن الشيء الذي يحدث في أنهي في موضوع فقط. I like John Paul II. I met him and I appreciate John Paul II. He was great Pole and great world man. اسمح لي فقط أشير، لو كانت لدينا في الدول العربية لو كانت الدول العربية محكومة حكما أفضل مما هو خلال هذه السنوات الطويلة، لو كان لدينا صين عربية تحقق نسبة نمو 10% سنويا على مدى 30 عاما، أعتقد أن الناس عندها سيشعرون بأن حياتهم أفضل ويهتمون أكثر بأن يصبحوا أغنياء دون أن يقلقوا على هويتهم الدينية. قبل 30 سنة عندما كنا نحن طلابا في جامعة بغداد، أنا في الكلية التي كنت أدرس فيها وفي الجامعة كلها لم يكن هناك ولا واحدة بنت طالبة تحمل الحجاب،
ولا طالبة معنا تحمل الحجاب. هذه ظاهرة جديدة. هل اكتشفت العربيات والمسلمات أنهن مسلمات الآن؟ هل هذا هو؟ لا أعتقد. أعتقد أن المرأة والعرب والمسلمين بشكل عام يشعرون بأن هناك تهديد لهويتهم الثقافية وأصالتهم، وهو لم يبقى شيء لديهم غير الإسلام، وهم يريدون أن يفخروا بهذه المسألة أمام العالم، ولهذا يريدون أن يظهروا بأنهم كهم مسلمين. Okay. Thank you very much. You know, I have this. So Hassan, who is colleague of mine, has last word, and then we have coffee. Hassan, but half a minute. Yes. I just want to underline my disagreement, actually, with both Ahmad and Muhammad on the issue of. I think that the best ally for an Islamist who does not have a program is the opponent of the Islamist who is afraid of the totalitarian impact and the totalitarian weight of Islamism. We empower Islamism by assigning to it as much importance as I think Muhammad and Ahmad implied. I think it's much better for us to focus on the issues of governance, issues of empowerment of civil society, and to consider that these aspects will on their own dissipate rather than making them the core issue that we deal with. Just with this, I wanted to thank this excellent quartet for the morning. And please, coffee break. Journalists are coming after this. Another passionate session. Thanks.